السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأنا كنتصنت الأستاذ العهدي مع واحد المسؤول اللي مكلف بالتخييم، والكلام كان زين. غادي تسمعوا شوي ونحن غادي نعاود نكملوا. يعني فقدنا النظام الكادر قضية جماعية ومجتمعية، يلت الجميع ينخرط فيها. طيب تحدثنا سي محمد على الأسر، على الأطفال، ماذا عن الشركاء؟ بطبيعة الحال الشركاء على المستوى الوطني، تكلم على الشركاء الجامعة الوطنية للتخييم. أولا أحيي المجهودات التي تقوم بها رئاسة الحكومة، يعني في كل الأخ يحيي المجهودات التي تقوم بها رئاسة الحكومة، ولكن تبقى السؤال اللي كنت قلت ديك المرة وذاك التوضيح اللي كنت قلت ديك المرة على المقاربة التشاركية بين جميع المتداخلين. أنا نتكلم على جهة الداخلة وادي الذهب، جميع المتداخلين بجهة الداخلة والذهب. اليوم كانوا حطوا هذا الموضوع في الإذاعة الجهوية بجهة الداخلة والذهب على مرحلة التخييم. أنا بصفتي فاعل جمعوي ومهتم بالشأن المحلي ورئيس جمعية كشافات الجنوب، لدي تجربة التخييم مدة 22 سنة تقريبا في التأطير، وخيمت حتى استفدت مع الأطفال، وكانوا لنا أطر جزاهم الله خيرا، منهم من توفي رحمه الله كأحمد المكي اللي كان ثمنوا له المساجد الله يولي برحمة الله، ومنهم اللي مازال كجكاني الحمدان وباهية وزروق الشيخ مبارك، هادو ناس يحتذى بهم. وكان منهم اللي بعض إخوان الأصدقاء اللي كان عارفهم لا داعي لذكر أسمائهم، جزاهم الله خيرا. إذا رغم ضموا الجامعة الوطنية التخييم، أتمنى لهم التوفيق والسداد، وكان هذا المفروض يكون من الأول. إذا ليه نتكلم على المقاربة التشاركية؟ المقاربة التشاركية كتكمن في مجموعة من المسائل، كنت قلتها في السابق لنعاودها مولي اليوم. المقاربة التشاركية، المجلس الجهوي والجهات الداخلة والذهب، لأن لا يظهروا وحدين مولي لا ينتقدوا المجلس الجهوي والجهات الداخلة والذهب، لأن الإنسان اللي كيكون جاهل بالمسألة ما تعرف ما بحالاش تجاوبه، ولكن انا اللي نبلغ للراي العام باش يعرفوا. المجلس الجهوي والجهات الداخله والذهب ما هو الوحيد اللي خاصو يمول التخييم، جميع الجماعات المحليه بجهه الداخل والذهب، لان الابناء ديالهم كاملين كيستافدوا من المخيم الصيفي. وبالتالي المقاربه التشاركيه ما بين الجمعيه والوزاره الوصيه والجامعه الجهويه والمجلس الجهوي والمتدخلين الاخرين هي كان خاصه تبدا من الان. اولا المسؤوليه ديال الجمعيه، المسؤوليه ديال الجمعيه اللي كيقولوا عندنا منخرطين وعندنا اطفال، خاص من دابا يبدا التأطير ديالهم ويعرفوا اللي ماشي واللي ما هو ماشي، باش يتكملوا لي ليست من هذا شهر 6 ولا شهر 5، يكون كل جمعيه عندها لي ليست الكافيه، عنده 50 عنده 60 عنده 100 عنده داكشي اللي عنده، تكون لا ليست ديالو كافيه. ما هو يبقى بنادم يبلبلب هو ما عنده حتى 20 واحد يبقى يجمعهم في القهاوي يجمعهم في الزناق ويجمعهم. يعني انت كنت تتأطر ذا العام. للإشارة كنشكر وكنثمن مجموعة من الجمعيات اللي هي خدامة في مراكز الشباب وفي مراكز ديالها الخاصة، هادو ما كنتكلموا عليهم، ومنهم جمعيات قدام هادو ما نتكلم. أنا كنتكلم عليها اللي بقوا يصقوا يبكوا نهار التخييم، المجلس الجهوي دار نفع على المجلس الجهوي عنده توفير النقل، تبقى مسؤولية الجامعة الوطنية للتخييم بجهة الداخلة والذهب، ومربيه دليمي خاصك تسمعني وتسمع ذا الكلام، المكتب ديالك يلتك تحركوا، ما الناس المكلفة بالتعطير بالنقل يلتم يوجدوا ضريك الكيران. من دابا تبقى التدخلات وتبقى المراسلات من جميع الجهات اللي شركاء ديالكم، من لا ستيام ولا سوباطر ولا الشركه اللي تختاروا، من دابا ما هو الى نهار تخييم وتملصوا انتم منها وتزرقوا كل شيء المجلس الجهوي. احنا رانا عالمين وعارفين شي واحدين كيبغوا يشوشوا على هذه المساله هذه، ولكن احنا غادي نديروا ضربات استباقيه باش ينفضحوا وينفرشوا. العمل ديال الجمعيه الوطنيه لتخييم جهه الداخله والذهب، جمعيه الوطن برئاسه الاخ دليمي مربيه، الناس خليه النقل تتكلف منظري، من دابا تتواصلوا مع الجمعيات المهتمه بالتخييم، من دابا تتواصلوا، حنا نعطوكم خدمتكم اللي ما خدمتوها العام اللي فات ولا السنوات اللي فاتت وكان المشكل. الحمد لله الجمعيات كامل انضموا لكم، وهذا شيء نشكروه وهذا شيء نثمنوه. اذا المقاربه التشاركيه مع الجمعيات، كل جمعية تعطيك أنشطتها وكل جمعية تعطيكم الأفراد اللي ماشيين، هذه واحدة. ثاني حاجة، هو معلوم أن الجمعيات كيشدوا مبالغ مالية من الأطفال وما يقدر حد ينكرها، وكتقضي لس 300 درهم وكيطلبوا 600 درهم من المرحلة، جوج مراحل 600 درهم، يعني كيكون شايط لهم باش يخلصوا الأطر، رغم أن الإطار في الجمعية هو عمل تطوعي ما يخلص، كيقول لهم نشجعهم وخاسر يشجعوا، يقول لك المصالح او ما الى هذا وهذه المسائل هذه لا لا
إذا طلعت تطلع ال 100 درهم لكل طفل ولا 200 درهم لكل طفل. إحنا إذا كانت 300 درهم يعني النقل من مرحلة لمرحلة تكلف به الجمعية، ما تكلم به الجهة. يعني عندكم مداخل، كل رئيس جمعية غيدخل قليلة لقليلة في 50 واحد، إذا حسبنا جوج مراحل 600 درهم 300 درهم 300 درهم، راه عنده تبارك الله وشايط له الخير. يعني يتكلف بالنقل من جهة لجهة باش ما تشوشوش على شركة النقل، ويكون المشكل اللي وقع السنوات الفائتة تقولوا الأطفال وخلوا الأطفال. أنت كان الفضل من الأطفال، شلي يخلوا لك في الأطفال؟ يعني أنت تزل مسائلك هذا، إلا إذا بغات الجهة عاوتاني تزيد تمول هذه المسألة جزاها الله خيرا. وكي جات الجماعات الحضارية الأخرى كجماعات الداخلة والسر، الجماعات المحلية اللي عندهم ميزانية ديال النقل وعندهم المسائل اللي ما نعرفوا فاش كتمشي، يتدخلوا في هذه المسألة هذه، يكون تدخل تكون مقاربة تشاركية في المسألة حتى تسهلوا مرحلة التخييم وحق الطفل في العمل. تبقى الدور ديال وزارة الشباب والثقافة، الدور ديال وزارة الشباب والثقافة هو دور جبار، وهما كيقوموا بالواجب ديالهم وما عندهم تدخل في 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 سمو في في النقل. الا بغى هو النقل، هو عندهم التأمين والفضاء هادو جوج، ولكن حتى هما خاصهم يتدخلوا في النقل لتأطير خلية النقل بالجامعة الوطنية للتخييم. راهي الجهة ما اللي تعطيكم النقل او المتدخل يعطيكم النقل، وجيهم اللي يجيبوا التركي يدخلوا لكم في الكيران، راه مو اللي عندهم. وجدوا راسكم من ضريك باش ما تطيحوش في المشكل ديال العام اللي فات اللي خرجوا فيها وحدين ويخبطوا في المجلس الجهوي والاطفال ديالنا، وهما كاملين كاردين الفضل، وكاين حتى اعضاء اللي لعبوا بهذه القضية وما قاموا ما عارفين شنو التخييم، مرقوا ويصقوا ويسكوا المجاوي ومالو لا يجيكم يدخل عند الكيران ولا يقول لكم طلعوا. هو كيعطي التمويل ديالو، كيعطي التكلفه ديال التمويل، يبقى الدور ديالكم نتوما. هذه الا كانت مقاربه تشاركيه بين جميع الشركاء، كونوا على يقين ان مرحله التخييم ديال العطله للجميع راهي تمر في احسن ظروف. اما الخلل اذا وقع ولو بدا يوقع شي حاجه بسيطه، ولكن ما هي اللي ترقى الشيء اللي وقع العمال اللي فاتوا. المسألة الثالثة والأخيرة هو نتمنى من الجامعة الوطنية للتخييم تقوم بالدور ديالها المناط إليها، وبارك علينا من ديك المحسوبية وهذا صاحبي ولا هذا مواكب، كل واحد يستاهل شيء على حسب الأنشطة ديالو تعطوه. وفي النهاية الله يوفق الجميع.